في الستينات وقبل نصف قرن صدر قانون الزراعة، ولكن الآن باتت الحاجة ملحة لإجراء بعض التعديلات على أحكام القانون حفاظا على الاقتصاد القومي والرقعة الزراعية وردع المتجاوزين المخالفين. والآن تجرى المناقشات في مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات حفاظا على الأمن الغذائي المصري. خطورة الموقف المركب اللي بيتضاعف خطورته كل يوم. النهاردة احنا شايفين اللي حصل ايه في نقص الغذاء العالمي، وشايفين ان التغير المناخي اللي بيحدث الفترة الجديدة دي هيكون له اثر في منتهى الخطورة على الاراضي الزراعية وعلى المشاكل اللي ممكن تحدث نتيجتها، وزيادة سكانية وحجم الاستيراد وارتفاع الاسعار يدعونا جميعا نقف امام هذا الموضوع المركب بمنتهى الاهمية ومنتهى الحرص. لكن انا سمعت الحقيقة الاخوة بيكلموا على طلبات، كلها طلبات في منتهى الاهمية، وعايز بقى اضيف كيف يمكن ان نتحدث عن الاستثمار الزراعي في مصر، الاستثمار الزراعي ومحفزات الاستثمار الزراعي وتكنولوجيا الزراعة الحديثة وتوطين مدن زراعية متخصصة لمنتجات متخصصة تقوم عليها صناعات اخرى. هذا النمط الجديد من الاستثمار يجب ان احنا نحطه في الاعتبار، ويجب ان احنا نسوقه صح، ويجب ان احنا نفكر في اصحاب التكنولوجيا الجديدة واصحاب رؤوس الاموال اللي جايين نسكنهم في مشروعات معينة يقيم عليها مجتمع عمراني زراعي متكامل. دي الفلسفة الجديدة اللي ننقل فيها الفلاح بأريحية وبدخل وتعظيم دخله، وفي نفس الوقت الاستثمار الآمن. أنا شايف يا سيادة الرئيس إن تغليظ العقوبة لوحده مش هيعمل الأثر كبير، ولكن الحقيقة الباكج اللي قالوا عليه السادة النواب والفكر الحقيقي في تعظيم إيده هيكون له أثر كبير في هذا الموضوع. وشكرا سيادة الرئيس. شكرا السيد النائب أحمد السجيني. شكرا معالي الرئيس. الحقيقة طبعا احنا نشكر حكومة على هذا القانون وهذا التعديلات التي أجرتها لجنة الدستورية والتشريعية. معالي الرئيس، لجنة دار المحلية عقدت منذ تاريخ 22 يناير الماضي جلسات الخميس الأخير من كل شهر لبحث قضية وظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف. كنا بنجيب فيها من أول مشرف الحوض، رئيس الجمعية، الأمن العام، المساحة العسكرية، ما سبناش حد. الجلسات دي على امتداد دور الانعقاد الماضي أفرزت عن أرقام في منتهى الخطورة على الأمن القومي المصري، على الاقتصاد الوطني المصري، على منظومة الثقافة، على منظومة التعمير، على منظومة السلوك الإنساني والتطور والتنمية والتنمية المستدامة في مصر. الحقيقة احنا ما كناش متخيلين ان الموضوع بالعمق ده. قولا واحدا احنا عايزين نغلظ العقوبة، قولا واحدا احنا عايزين نعيد تشكيل الوعي لدى المواطن المصري بخطورة هذه الظاهرة، ولكن احنا برضو في المقابل بنقول للحكومة يا حكومة احنا هنساعدك في المنع، لكن ايضا مقومات المنع يجب ان تكون حاضرة. وتحديدا التعديل اللي قدمته الحكومه اليوم على قانون صدر 1966 قانون الزراعه، وخاصه في الماده اللي بتهدف حمايه الرقعه الزراعيه الخصبه طبعا، وبالتالي يعني احنا بنحاول نوجد تعديل تشريعي يبقى يحقق الردع العام، لان القانون القديم لم يؤتي اثره في الواقع، لان الرقعه الزراعيه بالفعل في السنوات السابقه حصل فيها تناقص مع الزياده السكانيه المضطرده سنويا، فده بيؤدي الى ضغط وتهديد للامن الغذائي المصري. واحنا شايفين التحديات اللي بتواجه العالم كله في ملف الغذاء والندره في ملف الغذاء، خاصه بعد تداعيات الحرب الاوكرانيه الروسيه، وطبعا ده بيمثل ضغط على الاقتصاد الوطني لو هنبدا نشتري غذاء من بره، فبالتالي عمله صعبه. والدوله اتجهت الى اقامه مشروعات قوميه زي 1.5 مليون فدان، سبب ادعى ان احنا نحافظ على رقعتنا الزراعيه، وبالتالي كان هنا الهدف من التشريع اليوم ان يبقى في تغليظ في العقوبات للقائمين او المخالفين على البناء على الاراضي الزراعيه، لان مش
مش هنستنى لما يحصل بناء ونزيل المخالفة. لازم يبقى فيه قوانين رادعة علشان نحافظ على رقعة زراعية ونحقق الأمن الغذائي للدولة المصرية. طبعا من الطبيعي ان في ظاهرة في مصر موجودة، احنا في 30 سنة يعني الإحصائيات مش دقيقة لكن بتقول ان على الأقل 400 ألف فدان تم تبويرهم او دخلت في حيز البناء من العشر سنين اللي فاتوا، على الاقل 150 الف فدان. ده الثورة بتاعت الامن القومي المصري في الغذاء دي اساسية، كان لازم ان احنا تشريعيا وكما ينص الدستور في المادة 29 ان نتدخل في تغليظ العقوبة على البناء على اراضي زراعية، وده مفهوم القانون ككل، تغليظ العقوبة على الشروع او البناء، وكمان معاقبة من اشترك او من دفع الى ذلك سواء من مهندس او مقاول. الحقيقة الظاهرة لازم تتوقف. ليا وجهة نظر وتحفظ على حاجة معينة، انه احنا بنناقش القانون ده وبنقول او بنجرم الاعتداء على الاراضي الزراعية، كان المفروض نوجد حلول، انه في بعض الناس فعلا بتبقى طب مجبرة هتعمل ايه، فكان المفروض واحنا بنناقش القانون ده نوجد الحلول اللي بتؤدي الى تآكل الرقعة الزراعية، وازاي نعوض الناس ان يبقى في اماكن بديلة. والله انا التعديل انا كويس جدا، انا بجد عاجبني، وان شاء الله باذن الله هيكون في حاجة رادعة للتعدي على الاراضي الزراعية، لان طبعا احنا شايفين فترة الاخيرة دي تعدي على الاراضي الزراعية بصفة مستمرة وبطريقة عشوائية جدا، واكيد ان شاء الله باذن الله تغليظ العقوبة ده هيكون رادع باذن الله، ان الفلاح او الخاص بالاراضي الزراعية هيمنع انه يتعدى عليه.